يسحقوا تحية كبيرة. فرقة الموسيقية فرقة مازيكا بقية مصر خالد بن عيسى، سمعنا مقطوعة من ألحانه. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، عدد جديد من فكرة سامي فيري. تحية كبيرة لأحلى جمهور يحضر معنا هذا المساء. ضيوفنا الليلة صوت من أجمل الأصوات الشعبية رشيد الماجري. نحكي سينما، محمد علي النهدي المخرج، أكرم ماك، سيف الدين المناعي، باش نحكيو على فيلم معز الطريق الأسود، باش يكونوا ضيوفنا بعد لحظات. باش تجيب حدانا من العمارة، باش نذكروا حكاية صفي قلبك، برشا كلام تقال عليها، علي جبالي باش يكون ضيفنا. بمناسبة عيد الحب في صفي قلبك، جعفر استدعى حالة وقصة وحكاية شدت الرأي العام، نسبة مشاهدة كانت قياسية، والحلقة خلت برشا تداعيات. تيجي بحدنا باش يتكلم، باش يرد على كل ما تقال بعد الحلقة بحب كبير على جبالي. مرحبا بك. لاباس؟ الحمد لله. 26 سنة، أصلك مازن بورقيبة، قصتك دار تونس الكل. وي. ندم إنك جيت حكيت في التلفزة ولا لا؟ لا بالعكس، حتى كان يرجع بيا الوقت نعاود نعمل نفس الجست. بالنسبة للناس اللي يشوفوا فينا الليلة ما شافوش الحلقة، هذا ملخص شنو صار مع علي وي إم. يحيى الحب! يحيى الحب! يحيى الحب! واحنا نحكيو على عيد الحب والحب باش نستقبلوا عاشق حبيب حبيب، باش نستقبلوه في حلقه مفاجئه ان شاء الله، ربي يجيبنا في الصواب ان شاء الله، ينتصر الحب يا ربي. نستقبلوا علاء. انت علاش جاي اليوم؟ حاب نوري للعالم الكل، مش حتى لتونس برك، العالم الكل. ايه حاب نوري الانسانه اللي وقفت معايا، انا عملت طرق الكل اللي نجمت، اخر حل جيت لك انت سي جعفر. معناتها انت اليوم جاي تخطب؟ كان سأل ربي عارس مش خطب. جيت حاب تعرس طول. لحظه نبدا بالمرحله بالله، خلينا نحرق الحلقه من الاول. انت مستدعي شكون تو؟ هذه اللي باش تقول نحبك؟ لا، مستدعي بابا عمار اللي هو بوها بو الطفله. الطفله وين؟ موجود. موجوده ويني موجود؟ قول لي. لا تستحق. بسم الله ما شاء الله. عسلام اختي. عسلام. جمهور الفتيات محليه، ها هو تبارك الله، شو الرجال، شو كيش عمل لها قيمه البنات. الرجال عليك انت. تي 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 قلت لها يا بنت الناس انا راني نحب ندخل من الدار الكبير. هذه بعد قداش؟ شهر. بعد شهر حبيت تدخل بالباب ديريكت؟ آه. قلت اصل والله مشكله نحن في مجتمعنا انه كونك تعود مراه مطلقه يخزروا لها بالخايب. داركم حكيت معاهم؟ ما مش موافقين. وانا باش نتحداها ودارهم هما ما مش موافقين. هذه بالنسبه لي انا من اقوى الحلقات.
اللي تعمل فيه توا هو إبحار ضد التيار. تحبوا السيدة دي؟ حبوا ونموت عليه، ما سلمش فيه لآخر لحظة في حياتي. اللي بيناتنا حاجة كبيرة، قصة حب كما قيس وليلى، روميو وجولييت. يزبل لعب والله. يا علي يا علي يا علي يا علي، ليلة علينا الليلة ليلة. انت الساعة تصورك الكل باش تهبط. شكون مستدعي سيدي؟ استدعي بابا عمار. بابا عمار حكيتش معاه قبل انت؟ لا. ما جيت في حركتي انا. عمرك ما حكيت معاه على الموضوع؟ ريته من بعيد. هكا شوف شكون. ما عمرك ما قابلته. احساسك شنو يقول هذا؟ شكون؟ بابا عمار انت ما تعرفنيش، ما تقابلنيش. انا راني نحب بنتك وطالب على سنه ربي. ايوه عاد ادخل من الاولى. انا حبيتها. فهمتك. وهاني جيت لسي جعفر باش يقف معي. مشاور امها. لوجيك. عطيش انا كلمتي بعد ما تعركنا وامها. ها هي جت. السلام عليكم. تعرفوا السيد هذا؟ مش أول مرة أشوف السيد هذا. جيت أنا وياه خاطبين راغبين في بنت الحسب ونسب بنتك. لا ما نرضى كان كيرضى خوه. ها؟ خوها وينه؟ لا ما نرضى كان يرضى خوه. هذا جاء ولد حليل كتب المكتوب بالخير ربي سهل لها. قولوا مرحبا بيك وربي يسهل لها. مادام جا من البيب ما جاش من الشباك مرحبا بيه. قولوا مرحبا بيك انت سو جعفر وولدي هذا الثاني وما ثمش حتى مشكله. باهي؟ هاي زغط وين نسوي؟ زغط 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 وين نسوي؟ هاي تفضل كويس. ايش ايش الحلقة تتعدى كأنك حفظتها. حفظت. تتكلم مع جعفر ومع روحك. حفظت. قديش تفرجت فيها من مرة؟ مرتين. وين تفرجت؟ تفرجت المرة الأولى في داري. في وحدك؟ إيه. ما معك حد؟ لا معي حد. لا صاحب لا حد من العائلة؟ لا. بعد ما تعدت الحلقة دخلت على الإنترنت. كانت برشا 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 كلام حلو، برشا كلام حلو سمعته، وسمعت زاد انتقادات، ما في حق. باهي، شكون كان أكثر شجاعة؟ أنت ولا وئام؟ باش يجيو للحلقة ويحكيوا على قصتهم قدام الناس الكل. الحق متاع ربي أنا. هي صحيح شجعتني، مي أنا شجعت أكثر. كيفاش جات الفكرة هذه أنك تمشي بحدا جعفر؟ فكرة جيت بعد ما حاولت يعني مع العائلات الزوز. كيفاش حاولت مع العائلات الزوز وفي الروبورتاج تقول بولهم عمري ما قبل؟ هي حاولت مع عائلتها يعني حبت تلمح لهم تلميح كونه فما شكون العرس بالتلميح. أنا حكيت طول يعني واجهت طول لقيت الرفض. بعثت شكون كيف كيف التجأت لسي جعفر واللي بالمناسبة ذي نحييه ونشكره على الأخر. به توا علاش ما مشيتش وحدك تقدمت للعائلة؟ على خاطر هم سي الهادي كانوا رافضين الفكرة كومبليتمون، فكرة كونه راجل آخر كونه هي تاخذ أصلا، رافضين هالفكرة كومبليتمون. يعني ما وصلناش باش يشوفوني ويرفضوني. ما هو أنت تمشي اللي الكلام اللي عملته في التلفزة تعملوا في الواقع. الحق متاع ربي كنت مزروب ولا تحب تحطهم قدام الامر الواقع؟ لا مش هو مش نحط قدام امر الواقع ومش حكايه زربيان. انا وياها عشنا قصه حب
أحلى قصة حب زاد اللي كونوا الرهائن رايلا. هي حبك الأول؟ حبي الأول من القلب قبل عرفت أي. كأيها الناس كأي شاب تونسي عرفت حب المراهقة حب الإنسان وقت اللي أنت تقرأ وقت اللي أنت تمارس في حياتك أي. عادي مي هذي الحب اللي من القلب الحب الصادق كلمة كيفش عرفتوا حب من القلب وحب صادق؟ أنا ووئام نحسوا ببعضنا حتى كنعودوا بعض على بعضنا نحسوا ببعضنا مثلاً أنا طويك صارت لي مشكلة صارت لي حاجة من غير ما أنا نوصل لها هي ديريكت تقول لي راي تو صارت لك هك وهك متشابهين في برشة حاجات أما مش مخاطرة أنك تمشي لجعفر؟ لا مهيش مخاطرة بالعكس شجاعة وهي كانت شجاعة زادة أكيد هي اللي هي اللي شجعتني يعني أنا تشجعت من هي زادة تشجعتني أكثر خممت لي لحظة إنه البو والأم قل لك ما نعطيوكش حطيت هالفرضة هذيك كيفاش كنت باش تخرج قدام الناس؟ كنت بين وجه باش تخرج بالعكس نخرج كون وأنا كي حبيت شكون دفعت على الحب متاعي وعملت المجهودات الكل مي الله غالب ربي ما وفقش فما نحن هو يقول لك ربي أنت أسعى أنت حارك وأنا مبارك أنا كان لقدر الله يعني رفضوني من المرة الأولى ونأكد لك ونأكد للعباد الكل أنه كونه باش نحاول ألف مرة ومرة وباش ناخو في الآخر ناخو خطر بالحق حب حقيقي ما هوش حبك المزيف أنا تو كان نجب التليفون ونوريك نفيق على تصويرتها نرقد على تصويرتها وهي زادة كذلك توها وقديش عنا مع بعضنا والله ما نتفكرش نهار وصادق فيها ونقولها لعبت الكل ما نتفكرش نهار صار بيناتنا بروبليم ما هو يلزم يصيروا المشاكل ما نحن ما صاروش ما هو يلزم يا اخي باش يتجدد الحب نحن متشابهين تلمون متشابهين وواثقين في بعضنا ونقدروا بعضنا ونحترموا بعضنا ما صارت جمله بيناتنا مشاكل دار وي ام آه. بعد ما جاوا للبرنامج ما كانوش يعرفوا شكون آه. تغشوا على بنتهم ولا ليه لا بالعكس بنتهم هي كي جت هي رفعت لهم ريوسهم هما الله يرحم والديهم نشكرهم برشا وقفوا معايا ويكلموا فيا ديما وربي فضلهم هما وعائلتي ما حكيوش مع بنتهم قالوا لها علاش حق قلت لنا قبل حق صحيح صارت الكوميونيكاسيون هذيك ما عرفنا كيفاش نتجاوزوها وقبلوا الحكايه وقبلت بيانا ونشكرها أمي حياة نشكرها برشا نيمو عليك أنك مشيت للتلفزة صحيح فما شوية لو من بعديك كي شافوا العبيد كيفاش تحكي علينا بالبيهي شافوا كيفاش يعني الحكاية اللي هبتت علينا كان بالبيهي تنحى اللوم هذاك صورتوا الحلقة؟ صورنا الحلقة كي خرجتوا كيفاش روحتوا كل واحد في كهربا ولا كلكم فرد كهربا؟ روحنا عادي هما روحوا في كهرباء ونحن في كهرباء زرتهم في الدار؟ لا ما زلت الحق متاع ربي لليوم؟ لليوم مشيت لهمش للدار؟ مازلنا ما مشيناش خوها قابلته ولا ليه؟ خوها حكيت معاه تليفون من الأول كان متردد خوها كان شوي؟ كان متردد من بعديك كحكينا وفهمني وفهمش معناه إنسان يحب إنسان كان موافق نشكره برش كنتم متوقعين ردود الفعل اللي صارت ولا ليه؟ الحق متاع ربي لأ أنا قلت يمكن لترت شوية كومنتريت نهار الأول نهار الثاني من بعديك المحبة اللي لقيناها من عند العبيد والكلام الحلو فما زاد كلام صحيح كان قاسي شوية من عبيد أنا وقتها نعذرها لخاطر تهبط صور وهم ما يعرفوش أكيد باش يحكموا عليك بالحكم هذاك وأنا ما هبطت حتى ديكلاراسيون على هذاك عائلتك قلت أنهم رافضين زاد بعد الحلقة بقي رافضين؟ الحق متاع ربي قبلوا ووافقوا على العرس علي فما حاجة ما نفهمهاش هل كان لازم أنت اليوم تمشي للتلفزة باش عائلتك موقفهم يتبدل؟ يمكن كمشيت للتلفزة أنا كي قلت نتحديهم العبيد فهمتني بالغلط فما حتى واحد فينا مهما يكون مهما يطوال عمره ينجم يعصي والديه كل شيء ورضيت الوالدين وحدها صحيح نحب صحيح نعيش صحيح نفرح كذا
اما رضيت الوالدين هي تبقى الاولانيه. داركم كيفاش تفرجوا في الحلقه ولا ليه؟ تفرجوا في الحلقه. ما تفرجتش معاهم؟ لا. روحت للدار؟ ما قلت لهمش. وما قلت لهمش؟ روحت للدار؟ اه. كيفاش الوجوه لقيتها؟ الحق نتاع ربي ما مشيتش بحذاهم، ما قالوا لي كيفاش كانوا من الاول. جاتهم يعني غريبه كيفاش يعني نطلع في التلفزه ونتكلم وكذا. من بعديك كدخلوا العائله الموسعه الكبيره وقنعوهم، سيرتو اصحابه هو واصحاب الوالده قنعوهم كل شيء، يعني الحكايه تحسنت شويه واخذت الموافقه. قالوا لك موافقين؟ قالوا لي موافقين. باهي الحمد لله. الحمد لله يا رب. وليد ستار؟ ما زلت شويه، هذيك ما تسمى شيء قدام النجوم الكبار، ما تسمى شيء. ان شاء الله. ليش لي؟ بالحق يقفوا يتصوروا معاك؟ صحيح، ناس يقفوا يتصوروا معايا، يعرضوني ديكوب، يقول لي انت تمثلنا، محليك محلى قصه الحب نتاعك. ونشكر زاده برشا عباد من العالم العربي الكل، من المغرب، من مصر، من الجزائر، يبعثوا لي على تيك توك، على الفيسبوك، يبعثوا لي ويشكروا محليهم وعجبتهم الحلقه برشا. جاوك طلب زواج؟ جاو وبلوكيتو. ما انت بصحينيهم، جيت احكي لهم قصه حب كبيره على الاخر يقول لك ما زاد. فما اللي شكرني، فما اللي بارك لي، واللي جلهم الكل باركولي. حتى كان سمعت كلمه خايبه، سمعت كلمه خايبه يمكن على التصاور اللي هبطت. هبطوا تصاور؟ هبطوا تصاور. ما نعرفش، انا باش نحاول نغطي وجوه، باش نخلي كان وجهك. انت تكتب عليهم برشا تعليقات، برشا اهم تعليقات. هبطوا لك تصاور، انت معرس وعندك صغار وانت متحيل في نهايه الامر. حب الرد على التصاور اضمه ونوضح. انت اللي في التصاور ولا ليه؟ اي اما خليني نحكيها، يعني الحكايه كيف. انا اعوذ بالله من كلمه، انا كاي شاب تونسي مانيش او من اول مره باش نعرف حب حياتي. عرفت بنات قبل مش برشا، منهم الانسه هذيا. التصاور هذاكم صاروا واحده في عرس اختها، واحدة في عيد ميلاد بنت أختها. كنا يعني كلمت دارهم على أساس فما يعني باش تصير خطبة، باش تصير حاجة. من بعديك المكتوب وهي يرحم والديها ودارهم يرحم والديهم. من بعديك المكتوب هو اللي ما كتبش. لهنا حضرت عرس أختها. حضرت عرس أختها بمبدأ يعني كونه أنا باش نكون نهار آخر واحد في العائلة منهم. ما فماش حاجة أخرى. حضرت كأيها الناس. كأي إنسان يتستعى العرس. بعديك استغربت من بعد ما تعدت الحلقة نتاع سي جعفر، استغربت التصاور اللي هبطت. مانيش باش نكذب، صحيح أنا ما فماش ظهر لي واحد ونتحدى أي إنسان ينجم يعني يخلي أولاده، ولا سيرتو راجل يخلي أولاده ومرته ما يستعرفش بهم ويطلع قدامه 12 مليون. يعني سامحني أنا كطلعت في التلفزة ما طلعتش بشيريني واحد ولا اثنين، بشيريني 12 مليون ويمكن العالم الكل بشيرين. شكون سربهم التصاور هذوما؟ والله هذيك الحاجة اللي مازلت لتو ما نعرفهاش. نقول له اللي سربهم سواء مرأة ولا راجل، نقول له ربي يهديك. وكان هالفرحة تنخست شوية. فرحة تنخست لي شوية، مي الحمد لله بالأسرة الموسعة متاع قناة الحوار، بالأسرة يعني الصغيرة متاعي، بالأسرة متاع دار وئام، بوئام بيدها شجعوني وقووني باش ما نسمعش، بجوست نخزل الحاجات الإيجابية كونه برشا عباد شكرتني وبرشا عباد مدحتني. جبت معاك مضمون؟ أي مضمون متاعك انت اللي انت مضمون ولاده اللي انا لاني معرس وبعمري ما عرست. ان شاء الله باش نعرس على وئام ونستدعاكم الناس الكل باش تحضروا. مرحبا بك. وباش تكون باش تكون وئام اول زواج؟ اول زواج واخر زواج. اول زواج واخر زواج. فما تسجيل صوتي هبط؟ اي الواحد يقدم روحه على انه جارك. اي ويتكلم بصوته ومركبوا على تصور جعفر، كانوا يحكي مع جعفر. آه في كونفرساسيون مفبركة. يقول انه انت معرس وبصغارك وكاري مدة عام ونص ومسمعنا عليك حتى خبر. تحب تسمع التسجيلة؟ مسيرش تجاوبوا نقطة بنقطة. نسمع التسجيل. عديت معاك في برنامج عندي، في برنامج صفي قلبك. السيد هذاك راهو معرس وبصغارو و ديجا كري
بحذايا تسمي الحمى كريب حذايا وعدى مدة يعني وقته يجي كاكا عام عام ونص وبعتالي ما سمعنا لي حتى خبر. فتفاجأت أنا بالحديث اللي يحكي به في صفي قلبك وضحك على البنية ذيك من تبع في برنامجك، لكن بالرسمي بالرسمي تفاجأت من علاء اللي كطلع كاكا وحكاية. بصراحة أنا تفاجأت على الأخر على الأخر على الأخر، وإن شاء الله ربي يظهر الحق وكهو ذاك الواحد ايش يقول وكهو. المهم سي جعفر يرحم والديك ويرحم ميمتك، بالله بالله يرحم ميمتك. هبطوا على قناتك على اليوتيوب الفيديو هذا، عايشك يا سي جعفر. هي الحاجة الوحيدة اللي قالها، قال إن شاء الله ربي يظهر الحق، واليوم هو حقي باش يظهر، اليوم حقي باش يظهر من المظلمة اللي تعرضت لها. ما أنا مانيش يعني كيف ما نقوله باش نقول هاي العباد ثبتني ولا هاي العباد هكا، العباد بالعكس، خاطر نشوفه تويكا سي هادي، نشوفه في التحايل كيفاش التحايل موجود في كل الميادين. ما الحمد لله ميدان الحب مازال ما تخلوش، لا ولا موجود تحايل الحب. يمكن انا ما سمعتش، تفرج الحقائق الاربعه. مين قل له ربي يهديك، والمره الجايه كي تحكي على انسان حاول كيفاش تحكي بالصوت هذا. تعرفه؟ ما نعرفوش. اول مره اول مره نسمعه كايوها الناس، ما نعرفوش. أول ما شفت الفيديو الحق متاع ربي ديريكت كلمت سي جعفر. أي كلمته، قال لي نوم فبركة وكل شيء، يعني طمنت شوية. ما قلت حسبي الله ونعم الوكيل، هزيت عيني الربي، خاطر أي إنسان بشي يتعرض للظلم بشي يهز عيني الربي، ما هوش بشي يعمل حاجة أخرى. في يدك عندك الاليونس. أي أي هذيك شنية؟ تو لعنا خطبة ولعنا عرس. هذية نشكرها برشا برشا وئام. هذية أول كادو يجيني في حياتي من عندها، هي جبتها لي نهار 14 عيد الحب. به وبيناتكم في نهاية الأمر أنتم سي صحيح بيناتنا نحن سي اخترنا يعني باش نكملوا حياتنا مع بعضنا، مي مازالت تويكا يعني باش نحط قدام يعني باش نعمل عرس وكل شيء قدام لعبة الكل. ايه وئام عندها وليد من زواجها الاول سوني. انت شنو علاقتك بالوليد هذا؟ نحبه لدرجه ما تصورهاش، تلما يحبني برشا وبرشا برشا، علاقه كبيره بيني انا وياه. ان شاء الله بعد الزواج نتاعنا تو سير يعني تو يشوفونا العباد كيفاش انا وياه. باهي، حددتوا موعد الزواج ولا ليه؟ مازلنا الحق متاع ربي، نستنوا في سي جعفر. تستنوا في سي جعفر؟ اي عليه؟ بحضره هو الشاهد متاعي. الشاهد متاعك جعفر القاسم. جعفر القاسم. باه؟ اكثر من خويا ذاك. باه؟ ومبدئيا باش تعرسوا 2022 ولا 23؟ 2022. ما نفهمش انا هالاشاعات والالسنه الخبيثه، ساعات يوصلوا يشكوا في روح. قولوا ربي يهدي سي هادي شكت فيك وئام. اي شكت فيا باش ما نكتبوش. شكت فيا، مي جبت بالوقت، جبت لها المضمون، قلت لها هو المضمون عندك. اي تقول لك ايه المضمون، انت كتب صديقك وما صبيتش صديق، دونك المضمون تبقى فيه ديما. لا هي كي شافت المضمون ما عاودناش حكينا فيه الموضوع، قالت لي نعرف شنو اللي عندي. بعد ما شفت المضمون؟ بعد ما شفت المضمون. نخلي كلمة الختام عليه. نحب نشكر أسرة الحوار التونسي الكل، على راسهم سي سامي الفهري. ونحب نشكر خويا جعفر وجميع التقنيين والصحفيين في زي برنامج صفي قلبك وفكرة سامي الفهري، فرحوا بيا. يا خليك عايشك، شكرا لك. ونحب نشكر العباد زاد اللي يعرضوني في الشارع واللي تبعوا فيا سير انستغرام ولا يوتيوب ولا فيسبوك، والكلام الحلو اللي يبعثوا لي فيه، ميرسي بوكو الناس الكل. زاد انستغرامك؟ شوية شوية. مي مازال. هو اش كاتبه انت؟ بالي عالي. بالي عالي. وفي التيك توك قطع علي 85. عندك زادة تيك توك؟ اي هي البرش. عندي فيديوهات نعملوا فيهم. تعمل في الفيديوهات في التيك توك؟ اي فيديوهات عاديه يعني مش غنيه ونعمل عليها فيديو، تعجبني نعمل عليها فيديو. مي التيك توك هو اللي زاد، العباد المحبه نتاعهم. علاش؟ على خاطر قصه حبنا صادقه، وان شاء الله الحب هذاك باش يدوم. وراو اي كوبل تونسي ينجم اي مش حتى تونسي، اي كوبل في العالم كي تقعدوا واثقين في بعضكم وتحبوا بعضكم ما فماش حتى مانع. واضح. علي يعطيك الصحة. ميرسي بوكو. نشكرك، تحية كبيرة لعلي. يعطيكم الصحة.